بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم قسم العلم والأدبي. النهاردة بنتكلم على derivative trigonometry function، ودول شوية خاصين من قسم العلم، يعني في أول 10 دقايق كده بالحصة هنتكلم على derivative الساين والكوزين والتان، وبعد كده هناخد حاجات مقررة على الأدبي وعلى إيه وعلى العلم. تعالوا نشوف مع بعض إيه إزاي نعمل الساين derivative والكوزين derivative والتان derivative. الدرس ده يا شباب مقرر على قسم العلم بس بعد 5 6 سلايد كده هخش في الادب وعلم مع بعض. تعال نشوف، بيقول لي الواي بتساوي ساين اكس، يبقى دي واي باي دي اكس يبقى كوزين اكس. افهم المفهوم معايا عشان بعد شويه هناخد حاجه اسمها انتجريشن. يبقى الراجل بيقول لي ساين اكس الداش بتاعها كوزين اكس. طب لو الواي بتساوي كوزين اكس يبقى الداش بتاعها نيجاتيف ساين اكس. يبقى لو الواي بتساوي كوزين اكس يبقى الدريفيتيف بتاعها نيجاتيف ساين اكس. طب لو الواي بتساوي تان اكس يبقى الدريفيتيف كام؟ يبقى سيك باور 2. طب لما نخش في السلايد الثانيه نطلع بحاجه مهمه، داش الساين يبقى كوزاين، داش الكوزاين يبقى نيجاتيف ساين، دريفيتيف التان يبقى سيك باور 2. طب لو لقيت رقم مثلا ساين 3 اكس ايه اللي هيحصل؟ عادي هكتب كوزاين 3 اكس مالتبلاينج دريفيتيف الانجل يبقى تايم 3. طب لو لقيت ساين 7 اكس هيبقى كوزين 7 اكس تايم 7. طب لو ساين هاف اكس يبقى كوزين هاف اكس تايم هاف. يعني الكلام بيقول ان اي انجل هتجي لنا لازم اعملها ديريفيتيف واضربها في ايه؟ في ديريفيتيف ايه؟ الساين. تعال نشوف، قول لي الواي بتساوي ساين زد، يبقى دي واي باي دي اكس بتساوي كوزين زد دي زد باي دي اكس. الواي بتساوي كوزين زد يبقى دي واي باي دي اكس نيجاتيف ساين زد دي زد باي دي اكس. واي بتساوي تان زد يبقى دي واي باي دي اكس بتساوي سيك باور 2 زد دي زد باي دي اكس. يعني انا بعد كده لازم اعمل الانجل كمان ديريفيتيف واعملها مالتبلاي في مين؟ في داش مين؟ الساين او كوزاين او ايه؟ او التان. تمام؟ يلا بينا نشوف السؤال مع بعض كلنا نشارك مع بعض فيه. Find the first derivative of each of the following. واي بتساوي ساين 3 اكس. نمبر 2 y بتساوي 2 كوزين 4 ماينس x. نمبر 3 y بتساوي ساين 2x بلس باي بلس تان 3x. ناخدهم واحده واحده يا شباب. اول حاجه عندنا y بتساوي ساين 3x، لسه قايل الساين بتتحول تبقى كوزين. طب والانجل هيبقى 3 يا مستر. يبقى لما اجي اقول y بتساوي 3x يبقى دي y باي x هتساوي كوزين 3x مالتبلاينج ديريفيتيف الانجل. طب ديريفيتيف 3x هيبقى 3، لما اظبط المساله هتبقى 3 كوزاين 3x. بص الساين اتحولت بقت كوزاين، ديريفيتيف الانجل بقى 3، يبقى الريزلت 3 كوزاين 3x. جود. واي بتساوي 2 كوزاين 4 ماينس x، عايز ديريفيتيف الكوزاين. ماشي يا مستر، اللي انا اعرفه الكوزاين بتبقى نيجاتيف ساين، يبقى هنزل 2 زي ما هي واعمل نيجاتيف ساين 4 ماينس x. لسه المساله ما خلصتش، هعمل مالتبلاي ديريفيتيف اللي جوه القوس. طب اللي جوه القوس كام عندي؟ اه يا مستر ده الفور ده في زيرو، هتبقى معايا مين؟ نيجاتيف 1. يبقى انا كده معنى كده هعمل ايه بقى؟ يبقى 2 في نيجاتيف ساين 4 ماينس اكس في نيجاتيف 1. طبعا النيجاتيف مع نيجاتيف هتروح، وال1 باي 2 هيبقى 2 ساين 4 ماينس اكس. لازم تتعود معايا على المنظر ده يا شباب، ان الكوزاين بتبقى نيجاتيف ساين. المساله ما بتخلصش، لازم تبص بعينيك كويس جدا. اللي لقيت المساله فيها ديريفيتيف في براكت اتعامل معاه وحطه قبل الساين او كوزاين. طيب نمبر 3 جاب مثال فيه اكتر من فكره، ساين 2x بلس باي بلس تان 3x، عايز دي واي باي دي اكس. جود. الساين بتبقى كوزاين، 2x بلس باي مالناش دعوه بيها. طب وبعدين يا مستر لسه هدخل جوه الانجل، 2x بلس باي لما اعملها ديريفيتيف الباي هتروح، هيتبقى 2 اونلي، يبقى 2 ها كوزين 2x بلس باي. ده مين ده؟ ده ديريفيتيف ساين 2x بلس باي. طب تان 3x التان عايز تحول تبقى ازاي؟ تبقى سيك باور 2، يبقى سيك باور 2 3x ها تايم 3. يبقى المساله اجمالي بتاعها من الاخر خالص هتمشي معانا على المنظر ده، 2 كوزين 2x بلس باي بلس 3 سيك باور 2 3x. طبعا الثلاث امثله دولت عرفونا ازاي نتعامل مع الساين والكوزين والتان، وبالمستر بيبعت لك رساله تحفظ القاعده كويس. يلا نشوف السؤال الجاي.
Find the first derivative of each of the following. Y بتساوي sin 2x cosine 3x. أنا لو مكانك هبص في المسألة كويس. مستر دي sin دي function وcosine دي function تانية. يبقى أنت بتعاملني multiplying two function؟ طب أنا مين فاكر multiplying two function؟ كنت باخد إيه؟ derivative في الأولى في الثانية. بلس derivative في الثانية في الأولى. أقول تاني؟ أقول تاني. derivative في الأولى في الثانية. بلس derivative الثانية في الأولى. ده كلام جميل جدا. طب يلا بينا كده. derivative الساين 2x هيبقى 2 كوزين 2x. جاهزين؟ طيب الكوزين 3x زي ما هي. طب derivative الكوزين يبقى نيجاتيف 3 ساين 3x ساين 2x. ممكن اقول لك الله انزل الاولى عادي واعمل داش الثانيه زي ما انا بحل معاك كده. نزل الاولى زي ما هي ساين 2x multiply derivative الثانيه يبقى نيجاتيف 3 ساين 3x بلس. طب ديريفيتيف في الاولى هيبقى 2 كوزين 2x تايمز كوزين 3x. هتلاقيني دايما انا بنطق ديريفيتيف في الانجل الاول. يعني لما جيت قلت كوزين 3x الديريف بتاعها قلت 3. بصيت على 3 انجل 3x قلت 3 نيج او نيجاتيف 3 ساين 3x. يبقى نقول السؤال الثاني يا شباب. انا عايز فايند ذا فيرست ديريفيتيف اوف ايتش اوف ذا فولينج. y بتساوي ساين 2x كوزين 3x. يبقى دي y باي x بتساوي الأولى بتنزل زي ما هي في نيجاتيف 3 ساين 3x بلس الثانية بتنزل زي ما هي في ديريفيتيف الأولى يبقى 2 ساين 2 كوزين 2x. تمام؟ السؤال اللي بعد منه. هنا بقى الأدب والعلم هيجتمعوا مع بعض خلاص. جاهزين؟ يلا بينا يا شباب. ناخد حاجة اسمها أبلكيشن ودي آخر عن الحاجات الموجودة عندنا في الديريفيتيف. كلمة أبلكيشن على الديريفيتيف معناها تطبيقات. ألا وهي في عندنا بعض الكلمات لما بنشوفها يبقى أنا لازم أستخدم ديريفيتيف. مين مستر الحاجات اللي هستخدمها معانا النهارده؟ واحد حاجه اسمها slope of the tangent. خلي بالك كنا بنجيبه ازاي slope of the tangent؟ زمان كنت باخد negative coefficient x على coefficient y يعني negative a على b او منهم بعض negative coefficient x على coefficient y. طب يبقى slope زي المثال قدامك ده 5x plus 2y plus 7 فين slope؟ negative 5 over 2. طب ما خدنا كمان قاعده slope زمان حد فاكرها؟ y2 minus y1 على x2 minus x1. يبقى دي حاجات بالنسبه لنا هنتعرض لها النهارده الا وهي slope of straight line. طيب دلوقتي لو انا عندي نقطتين زي 2 negative 3 و 4 1 وعايز slope وماله يا مستر؟ يبقى 1 minus minus 3 على 4 minus 2 هيطلع 2. طب نمبر 3 slope بتاع الستريت لاين بيتجاب عن طريق tan ثيتا. امال ايه؟ يبقى ممكن نجيبه على negative coefficient x على coefficient y او y2 minus y1 على x2 minus x1 او tan theta. طب لو قال لي slope of straight line make 135 يبقى slope tan 135 هيبقى negative 1. انا عايزك تعرف المهام دي كويس جدا معايا. السلوب ده بنجيبه ازاي؟ جبناه بثلاث طرق. negative coefficient x على coefficient y. ثاني قانون y2 minus y1 على x2 minus x1. ثالث قانون عن طريق tan ايه؟ تان ثيتا. طيب لو انا مسكت السلوب ده عملته على هيئه فيكتور دايركشن زي A وB يبقى السلوب يبقى B على A. زي ما اقول لك 2 ريجيف 3 يبقى السلوب ريجيف 3 على 2. تمام؟ دايما السلوب بتاع الستريت لاين بيبقى بوزيتيف لما بيعمل اكيوت انجل ويبقى نيجاتيف لما بيعمل اوبتيوس انجل. السلوب بتاع اكس اكسس بيبقى يساوي زيرو والسلوب بتاع الواي اكسس يبقى اندفاين. كل دي معلومات عامه حطها في دماغك يا بتاع العلم والادب قبل ما تخش في الدرس معايا. تمام؟ يلا بينا كمان معلومات ثانيه مهمه قوي عندنا. Variation between two parallel straight line and perpendicular. زمان قالوا لنا لو عندك two straight line L1 و L2 وده عنده M1 slope وده عنده M2 slope يبقى يحصل الاتي. لو L1 parallel L2 هيبقى first slope equal second slope يبقى M1 equal M2. طب يا مستر لو L1 perpendicular على L2 يبقى M1 تايمز M2 تايمز نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 1. يبقى شرط البارلل يبقى ايكوال سلوب. شرط البربديكولار يبقى الملتبلاينج بنيجاتيف 1. زي السؤال اللي بيقول لك ده قدام منك. لو عندي سلوب بتاع ستريت لاين 3 على 2 يبقى سلوب بتاع البارلل 3 على 2. طب البربديكولار؟ لا يا مستر ده انا لازم اقلب السلوب ده واغير ساين منه يا فوق يا تحت. يبقى يديني نيجاتيف 2 على ايه؟ على 3. ليه يا مستر المعلومات دي كلها؟ لا ده الكلام ده مهم جدا. هنشوفه مع بعض في المسائل الجايه. برضه عندنا كمان حاجه مهمه خالص بنتعرض لها النهارده الا وهي الايكويشن بتاعت الستريت لاين.
زمان لو عندي نقطة x1 y1 وسلوب m، يبقى الايكويشن y minus y1 بتساوي m في x minus x1، أو y بتساوي m x plus c، أو x على a plus y على b equal 1. دي 3 kind من straight line equations. واحدة الأولى بيمر ب x1 y1 وسلوب m، تاني واحدة السلوب m وانترسبتد برضه من اكسس موجود c، أو يديني حاجة اسمها 2 انترسبتد برضه من x axis y axis، يبقى x over a plus y over b بتساوي m. فهنا يا شباب كده معايا ايه دلوقتي؟ 3 kind of the of straight of which of straight line. تمام. تعالى بقى نشوف حكايه الدريفت هيعمل معايا ايه النهارده. طالما قلت فيها سلوب يبقى فيها دريفت. لان السلوب بتاع التانجنت بيجي من حاجه اسمها الاف داش. يبقى الام هو عباره عن دي واي باي دي اكس لما نعوض عن اكس باكس 1. وبالتالي ممكن اجيب الايكويشن واي ماينس واي 1 بتساوي ام في اكس ماينس 1. تاني يا مستر تاني. هتجيب لي مساله واي بتساوي ايا كان شكلها، مساله عاديه تايمز ديفايدد ساين كوزاين تان براكت روت، مالناش فيه. اول حاجه هتعملها هتعمل ديريفيتيف اف داش، بعد كده هتعوض بالبوينت اللي هيديها لك عن اكس، هتطلع نمبرز. النمبر ده بالنسبه لنا اسمه سلوب اوف ذا تانجنت. طب لو عايز النورمال، لا ده انا هقلب النمبر وغير الساين، يبقى انا كده حصلت على سلوب اوف ذا نورمال اللي هو بيرمينيكولار، وبالتالي ممكن اجيب الايكويشن اوف نورمال y minus y1 هتساوي نيجاتيف 1 على m x minus x1. كل دي معلومات عامه. يلا بينا هنقعد على المثال. جاهزين؟ جاهزين يا مستر. ربما المثال بادئ بكلمه تان، والتان دي مش موجوده عندنا في الادبي زي ده بتاعها، بس ممكن يجي مكانها x باور 2 3 x اي حاجه عاديه، لكن المثال ده للعلم بس. find the slope and the tangent of each of tangent and the normal ل y بتساوي tan باي minus 3 على 4 x. عايز منك خدمه تجيب لي السلوب بتاع اتش بتاع التانجنت والنورمال بتاع المماس والعمود للكيرف اللي قدامك ده، واي بتساوي تان باي ماينس 3 على 4 اكس ات ا بوينت باي 1. انا قلت لك السلوب بتجيب منين؟ من فيرست ديريفيتيف. طب النهارده انا خدت داش التان. بص بقى يا مستر، انت قلت لي لازم نعمل ديريفيتيف، يبقى دي واي باي دي اكس اللي هي الواي داش اللي هي الاف داش، يعني اللي هي فيرست ديريفيتيف داش التان، يبقى سيك باور 2 باي ماينس 3 على 4 اكس ملتبلاي ديريفيتيف الانجل. الباي بتروح هتبقى معايا نيجاتيف 3 على 4. يبقى لما نيجي نقول انا والرجاله بتوع العلمي دي واي باي دي اكس هتساوي نيجاتيف 3 على 4 سيك باور 2 باي ماينس 3 على 4 اكس. طب يلا يا مستر نحط الاكس باي، هيبقى نيجاتيف 3 على 4 سيك باور 2 باي ماينس 3 على 4 باي. بالاله الجميله هيطلع لي كله على بعضه نيجاتيف 3 على 2، اصبح السلوب بتاع التانجنت نيجاتيف 3 على 2. طب لو النورمال اعمل مقلوب يبقى 2 على 3 بس، واشيل نيجاتيف منه يا من فوق يا من تحت، يبقى هيطلع لي 2 على 3. يبقى انا كده حصلت على مين؟ على السلوب بتاع التانجنت ومين؟ والنورمال. السؤال ده للادب والعلم جاهز بالنسبه لنا. فايند ايتش اوف ذا فايند ذا بوينت اون ذا كيرف. انا عندي اربع كلمات بندرسها، اول ما بلاقيها انا وانتك اعمل ديريفيتيف، الا هو سلوب اوف ذا تانجنت، البوينت، ذا ميجر اوف ذا انجل، الايكويشنز. الاربع كلمات دي لو شفناهم يبقى هناخد قرار انا وانتك، لازم اعمل ديريفيتيف عشان اعبر اول خطوه. الراجل بيقول لي ايه؟ انت عرفت يعني ايه سلوب؟ عملت ديريفيتيف صح؟ اوكي. طب نيجي للكلمه الثانيه، كلمه البوينت. فايند ذا بوينت اون ذا كيرف، اوجد النقاط اللي على المنحنى واي بتساوي اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 3 ات ويتش ذا تانجنت از بارل تو اكس اكسس. نهدي اللعبه بقى. بص يا مستر بالراحه، انت قلت لي بوينت، لو لقيتها يبقى اعمل ديريفيتيف. طب يلا يا بتوع الادبي قبل العلم، عايز اعمل دي واي باي دي اكس، واي داش 2 هتنزل تحت والباور تقل 1 يبقى 2 اكس، نيجاتيف 4 اكس هيبقى نيجاتيف 4 بس. طب وال 3 بتمشي، يبقى لما نقول واي داش اللي هي دي واي باي دي اكس هتساوي 2 اكس ماينس 4. سلوب اوف ذا تانجنت هيبقى 2 اكس ماينس 4. طب قول لي ايه؟ التانجنت از بارل اكس اكسس. معنى كده ايه يا مستر؟ يبقى السلوب بزيرو، يبقى لازم اساوي السلوب ده بزيرو يا شباب. طبعا انت قلت لي كلمه لازم اطلع بيها بفايده، قلت لي ده السلوب ده بار اكس اكسس، يبقى هنساوي ده بزيرو، يبقى 2 اكس ماينس 4 بزيرو، يبقى 2 اكس ايكوال 4 على 2 على 2 يبقى اكس ب 2. جبت ال 2 اعوض بيها في الواي اللي فوق، حول 2 باور 2 ماينس 4 تايم 2 بلس 3 هيبقى نيجاتيف 1. يبقى التانجنت بارل الاكس اكسس ات 2 نيجاتيف 1. تاني يا شباب، تاني من الاول، قولوا لي واحده واحده تاني من الاول.
انا عندي الواي بتساوي اكس بار 2 ماينس 4 اكس بلس 3. هو عايز البوينتس اللي عندها بارل اكس اكسس. اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ اجيب واي داش يقول له اكس ماينس 4. اسمها مين؟ قال لي ده التانجنت ده بارل اكس اكسس، يبقى لازم اساوي الداش بالزيرو. طلعت اكس ب 2، عايز بوينت، عايز اكس وواي، اعوض بال 2 فوق، اجيب الواي بنيجاتيف 1، يبقى البوينت اسمها 2 ايه؟ ونيجاتيف ايه؟ 1. الكلمه الثانيه اللي احنا هنهتم بيها النهارده ادب العلم مع بعض، فايند ذا ميجر اوف ذا بوزيتيف انجل ذات ذا تانجنت تو ذا كيرف اف اكس بتساوي اكس باور 3 ماينس 1 ملتبلاي اكس بلس 2. Make at a point negative 1 and negative 2 lying on the curve with the positive direction of the x-axis. أنا عايز الأنجل اللي بيعملها التانجنت مع بتاع الفانكشن ده عند البوينت negative 1 ونيجاتيف 2 مع الاكس-axis. طالما فيها ميجر يبقى فيها واي داش، يبقى فيها سلوب، وأول ما أجيب سلوب أعمل له شيفت تاني. هنا بص تاني، معلش تاني، بص يا شباب أنا عايز الميجر أنجل، يبقى لازم تعدي على السلوب الأول. والسلوب لازم اجيب من واي داش او دي واي باي دي اكس. بعد ما اجيب السلوب عند البوينت هيطلع مثلا 1، هروح عامل تان سيتا بتساوي 1. طب انا عايز السيتا، هروح عامل شيفت واحسب الانجل ديت. يبقى عشان اوصل للانجل لازم اعدي على سلوب، ولو عايز سلوب لازم اعدي على الواي داش، ولو عايز اجيب واي داش ابص على المساله اللي مستر مديها لي. اديني اف اكس اكس باور 3 ماينس 1 واكس بلس 2. طب دلوقتي انا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع ملتبلاينج. اه طبعا، والمالتبلاينج اللي بعمله ديريفيتيف الاولى بتنزل في داش الثانيه بلس داش الثانيه في الاولى. طب الاولى نزلتها اكس باور 3 ماينس 1 ورحت حاطط ايه بقى؟ داش الثانيه يبقى 1 مش ظاهر عندك. طب داش الاولى يبقى 3 اكس باور 2 في الثانيه اكس بلس 2. ممكن تبدل تجيب داش الاولى الاول كده، جبت الاف داش. يلا يا شباب نعوض عن اكس نيجاتيف 1 في الاف داش، هيبقى الكلام ده هيديني حاجه اسمها كام؟ 1. يبقى تان سيتا بتساوي 1. طب انا عايز اعرف الميجر بتاع الانجل، هروح عامل شيفت تان لل 1. كلنا عارفين من زمان ان تان سيتا ب 1 يبقى سيتا بكام؟ 45. يبقى ذا ميجر اوف ذا بوزيتيف انجل ويتش اوف ذا تانجنت تو كيرف ميك ويز ذا بوزيتيف دايركشن اكس اكسس بيعمل 45 ديجري. طبعا المسائل دي مهمه، هتجي لك بقى كومبليت تشوز جوه درس مقالي، مش هتفرق معانا حاجه. انا بتعامل مع وظائف مين؟ الديريفيتيف. بيجيب لك سلوب، بيجيب لك الميجر، بيجيب لك البوينت، ولسه هنجيب شو كمان ايه اللي جاي. كمان سؤال بوينت، الادب والعلم شغال. Find the point of the curve 3x بار 3 minus 11x plus 5 at which the tangent to the curve is parallel to straight line to x plus y minus 5 equals 0. انا عايز النقاط اللي بيعملها التانجنت بتاع هذا الكيرف الذي يكون parallel لهذا الايه؟ straight line. بص يا مستر كده بالراحه، انا هجيب واي داش من هنا واي داش من هنا، او اجيب واي داش من هنا واسلوب من هنا، وطالما هما الاثنين بارلل هساويهم ببعض، احسن على ايكويشن في اكس اجيب الاكس. ده خلاص الموضوع. اقول تاني، اقول تاني البوينتس، يبقى هنجيب واي داش. خش على اول واحده كده، مين شاطر يجيب لي واي داش لاول واحده؟ دي واي داش 3 باي 3 يبقى 9 اكس باور 2. طب وال 11 اكس يبقى ماينس 11. طب وال 5 مشي. اقول تاني دي واي اكس بتساوي 3 في 3 يبقى 9 اكس باور 2 ماينس 11 اكس يبقى نيجاتيف 11 اول، وال 5 بتروح يبقى دي واي باي دي اكس 9 اكس باور 2 ماينس 11. طيب انا عايز بقى الستريت لاين اللي مديهولك اللي هو 2 اكس بلس واي ماينس 5. لو عايز اجيب سلوب، بس لو قلت لي في اول الحصه نيجاتيف كوفيشن اكس على كوفيشن واي يبقى نيجاتيف 2 على 1 يعني نيجاتيف 2. ممكن اجيبه بطريقه ثانيه يا مستر؟ اه طبعا، ممكن تعمل ديريفيتيف يبقى 2 بلس واي داش ماينس 0 كوال 0 يبقى واي داش بيساوي نيجاتيف 2. يعني ايه يا مستر؟ يبقى جبنا واي داش للكيرف وواي داش لللاين وساويهم ببعض. هو ده اللي انا عايزه منك بقى. جبته بقى يا عم بنيجاتيف كوفيشن اكس كوفيشن واي، ما حدش هيقول لك حاجه. جبته ب ديريفيتيف، ما حدش هيقول لك حاجه. طب هنساوي الواي داش تحت الكيرف اللي هي 9 اكس باور 2 ماينس 11 اساويها بنيجاتيف 2، هحصل على كويشن بتقول 9 اكس باور 2 ماينس 11 بتساوي نيجاتيف 2. اودي نيجاتيف 11 الناحيه الثانيه هيبقى 9 اكس باور 2 بتساوي 9، يبقى اكس باور 2 بتساوي 1، يبقى الروت يبقى اكس بتساوي بوزيتيف نيجاتيف 1. هعوض بال 1 فوق خالص 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 احصل على اجابتي نيجاتيف 3. هعوض بال 1 فوق خالص 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 هجيب 13. يبقى انا عندي 2 بوينتس 1 ونيجاتيف 3 وكام يا شباب؟
ها، والنقطه الثانيه كام اللي عندي؟ اللي هي يعتبر بالنسبه لي كام؟ اللي هي نيجاتيف 1 وايه؟ و13. يبقى النقاط سهله جدا. هتجيب واي داش من الكيرف، شوف بقى هو عامل لك بقى بارلل، عامل لك بيرمنديكولار، عامل لك ميك انجل، لازم تسوي واي داش الكيرف باللي هيقول لك عليه. لو بارلل سوي على طول بالاجابه، بيرمنديكولار اقلب وغير الساين وساوي، لو ميك انجل هات التاني وسواه واشتغل. تمام؟ يلا شوف الكلمه الرابعه المهمه جدا للادب العلمي. Find the two equations of the tangent and the normal. y بتساوي 5x باور 3 بلس 3x باور 2 بلس 4. عايزين منك خدمه. Two equations للتانجنت والنورمال للكيرف. y بتساوي 5x باور 3 بلس 3x باور 2 بلس 4 at a point negative 1 و2 lying on it. أوجد معادلتي المماس والعمود لهذا الكيرف عند النقطة نيجاتيف 1 و2 الواقع عليه. ده الكلام ده مين؟ أنا ببسطها لك شوية. طيب طالما فيها إيكويشن يبقى فيها سلوب، وطالما فيها سلوب يبقى لازم أجيب واي داش. يلا بينا يا شباب، عايز حد من طلبة الأدبي قبل العلم يجيب واي داش. بص يا مستر هنعمل إيه؟ هنقول له دي واي بتساوي 3 تايم 5 يبقى 15 إكس باور 2. فانا بنزل ال 3 ونقص الباور 1. طب نيجي على 3 اكس باور 2، هنزل ال 2 تايم 3 يبقى 6 اكس باور 1. طب وال 4 مشيت. دول تاني 15 اكس باور 2 بلس 6 اكس. دي مين دي بقى؟ ده ديريفيتيف الواي كيرف. طب يا مستر انت بتقول لي انا عايز بقى سلوب. يلا نعوض عن اكس بنيجاتيف 1 في دي واي باي اكس. يبقى 15 في نيجاتيف 1 باور 2 بلس 6 في نيجاتيف 1. هيطلع عندك دي واي باي اكس بتساوي 9. يبقى سلوب ذا تانجنت ب 9. كده بقى من حقي اعمل ايكويشن واي ماينس 2 على اكس ماينس ماينس 1 بتساوي 9، واعمل كروس واخلص نفسي. اقول تاني واي ماينس 2 بتساوي الام اللي هو سلوب اكس بلس 1، واطلع ايكويشن اسمها واي ماينس 9 اكس ماينس 11 بزيرو. طب لو النورمال انت جايب سلوب ب 9 لازم تقلب وتغير الساين، يبقى نيجاتيف 1 على 9 يبقى واي ماينس 2 هتساوي نيجاتيف 1 اوفر 9 في اكس بلس 1. لو انت لاحظت يا شباب قدام مني كده هتلاقي الاثنين شبه بعض، بس فوق 9 وتحت نيجاتيف 1 على 9، والواي شبه الواي والاكس شبه اكس. يبقى انت كده بقيت شاطر جدا في ايجاد الايكويشن بتاعت التانجنت والنورمال. اهم حاجه تمسك السلوب في ايدك صح، عامل ديريفيتيف صح، ومعوض بالداس صح، وجايب النمبر صح. حط النمبر 9 في اول مره تحصل على التانجنت، اقلب ال 9 وغير الساين تحصل على النورمال. يبقى انت كده معاك ايه؟ الايكويشن بتاعت مين؟ التانجنت والنورمال. سؤال تاني، ما زلت فين يا شباب في الايكويشن بتاعت التانجنت والنورمال. قول لي ايه لو سمحت؟ انا عايز منك فايند ذا تو ايكويشن اند اوف ذا تانجنت اند ذا نورمال كيرف. واي بتساوي اكس ماينس 2 اكس باور 3 ماينس 4. كده يا مستر انت عايز مني سلوب برضه. بس انا المره دي هتعامل مع مالتي لاينج. يعني انزل الاولى بداش الثانيه بلس داش الاولى في الثانيه عادي، او داش الاولى في الثانيه بس الثانيه في الاولى، مش هتفرق معانا حاجه. يبقى لازم نعبر هذا الخط، نجيب واي داش. جاهزين؟ يلا بينا. الاولى هتنزل اكس ماينس 2 ديريفيتيف الثانيه يبقى 3 اكس باور 2 بلس ديريفيتيف الاولى 1 في الثانيه يبقى اكس باور 3 ماينس 4. جاهزين؟ يبقى لما نيجي نعوض بقى عن اكس ب 2 هطلع السلوب ب 4، يبقى بتاع التانجنت ب 4. اصبحت الايكويشن بالنسبه لي سهله. اقول واي ماينس 0، طيب واي 1 ب 0 هو اهي، بتساوي سلوب اللي هو 4 في اكس ماينس 2. حصلت على ايكويشن اسمها 4 اكس ماينس واي ماينس 8 ايكوال 0. طب النورمال يا مستر؟ يا عم لسه قايل لك لو انت معاك السلوب جايب 4 فالنورمال هيبقى نيجاتيف 1 اوفر 4. طب وبالتالي هجيب الايكويشن ازاي؟ هيبقى واي ماينس 0 ها في نيجاتيف 1 على 4 في اكس ماينس 2. يبقى انا كده حصلت على مين يا شباب؟ حصلت على مين؟ على الايكويشن بتاعت مين؟ التانجنت والنورمال. انا بركز قوي قوي على التانجنت الايكويشن عشان دي مهمه، يعتبر اصعب حاجه في درس مين؟ الابلكيشن عندي. شوف سؤال تاني برضو في شغل كويس جدا لو سمحت. قول لي فايند ذا ايكويشن اوف ذا نورمال ذا كيرف واي بتساوي اكس باور 2 بلس 2x ماينس 3 at each of the point intersection مع ال x axis ومع ال y axis. نهدي اللعب بقى يا شباب. طالما ايكويشن يا مستر يبقى لازم يبقى سلوب. طالما يبقى سلوب هنعمل ديريفيتيف. طب ما هيقابلني مشكله،
فين النقطة اللي عوض بيها؟ أنا قلت لك باب تطلع منه عند نقطة تقاطعه مع الإكس أكسس. حاضر يا مستر، سيبني الأول أجيب لك البوينت. ناخد إكس باور 2 بلس إكس ماينس 3 أساويها بالزيرو عشان يبقى الواي ساعتها بالزيرو. لو أنا واقف عند الإكس يبقى الواي بزيرو. رحت أنا عامل إكس باور 2 بلس إكس ماينس 3 بزيرو. دخلت على مود إيكويشن فاكتورايز اللي يعجبك. طلعت إكس بنيجيتيف 3 وإكس مرة ب 1. تمام يا شباب؟ يبقى أنا كده هعمل إيه بقى في الحركة دي بقى؟ يبقى النقط بتاعتي نيجاتيف 3 ونعوض فوق يطلع 0 1 و 0. دول التو بوينت اللي هشتغل بيهم في مسالتي. طب لما هيبقى اجيب الصب اعمل ايه؟ لازم تجيب لي بقى ايه واي داش. يبقى انا هقول له 2x هعمل لها ديريفيتيف يبقى 2x بلس 2. يلا نعوض عن اكس بنيجاتيف 3 هيطلع لي نيجاتيف 4. النورمال كوارتر الايكويشن واي ماينس 0 في كوارتر اكس بلس 3. يعني لما بعد اختصاره لازم منه هو واي ماينس اكس بلس 3 0. انا بعمل مالتبلاي 4 يمين وشمال واجيب كذا. طب لسه كمان هجيب سكند سلوب اعوض على النقطه 1 و0 برضه هنعوض هشتغل بيها. هجيب بسلوب هيطلع لي 4 يبقى النورمال نيجاتيف كوارتر يبقى الايكويشن بتاعت النورمال واي ماينس 0 بتساوي نيجاتيف كوارتر اكس ماينس 1 يعني اكس بلس 4 واي ماينس 1 ب0. طب ده مين؟ ده الكلام ده الرد على اول واحده. طب يا مستر بقى لو واي اكسس انت بقى هتعملها هوم ورك بالنسبه لك. هتحط الاكس بزيرو هتجيب الواي وهتعرف مين النقطه هتجيب مين ايه الصفر بتاعنا. ده كان جبت لك المهمه الايكويشن بتاعت النورمال عند نقطه تقابله مع الاكس اكسس يبقى سويت الواي بزيرو طلعت النقاط اللي هي اسمها 3 مع 0 و1 مع 0 واشتغلت جبت الواي داش طلع عندي 2 سلوب طلعت 2 سلوب قلبتهم طلعت 2 سلوب نورمال اشتغلت طلعت 2 ايكويشن للنورمال. السؤال ده كده عشان برضو ايه فاضل لنا دقايق ونخلص. أنا هنا في السؤال ده يا شباب هأكد على معلومة. اللي قبل منه هأكد على معلومة. قول لو سمحت في درس الإيكويشن بالتحديد عايز منك خدمة. أي مسألة هجيبها لك سواء تايم أو ديفايدد أو رول أو فراكشن أو ساين أو كوزاين لازم تتعامل معاها الواي ده الصح. وأنا تقريباً النهاردة حاولت أجيب لك بعض الصور للدرس. قلت لك لو أنا مشيت راجعت الورق ده شوية قلت لك الدرس بيبدأ من حاجة اسمها الإيه؟ الابلكيشن وعباره عن نقاط اولها المستر عرف لنا كل ما يتعلم بالسلوب والبارل والبربنديكولار والميجر اوف انجل وشوف التانجنت عمل لك الاول ارضيه جامده للدرس. بعد كده عدى لك افكار جبت واحده للعلمي بتاعت التاني عملنا دريفيتيف جبنا الداش بتاعها وعوضنا باكس باي وجبنا السلوب بنجيب 3 على 2 وعايز النورمال هيبقى 2 على 3. انا بعمل اختصار بسرعه للدرس. طيب عايز البوينتس انا هجيب الواي داش طلعت 2 اكس ماينس 4 فرق اكس اكسس يبقى تساوي بالزيرو طلعت اكس ب 2 عوضت فوق جبت 2 نيجاتيف 1 يبقى البوينت 2 نيجاتيف 1. يبقى الاسئله اللي جايه على الدريفيتيف الا وهي سلوب الا وهي البوينتس. الكلمه الثالثه الميجر. الكلمه الرابعه الايكويشن. انا بخلص الدريفيتيف كله النهارده عشان المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على انتجريشن خلاص بقى. تمام. طيب يا مستر الميجر وماله؟ هتعمل ديريفيتيف عادي خالص. انت عندك مالتبلاينج هتعمل بينهم ديريفيتيف. الاولى في الثانيه بلس الثانيه في الاولى. جبت سلوب بيطلع ب 1 يبقى تان ثيتا هو ال 1. هنعمل شيفت يبقى الانجل 45. انا بعمل اختصار وسمن الدرس عشان يبقى ايه؟ ولادنا هاضمين الدرس كويس جدا. لان الدريفت جاي في الاخر ومليان افكار. ايش ايكويشن وايش تانجنت وايش خاصه بالميجر وبوينتس لازم ولادنا يعرفوها كويس جدا. ليه؟ لان دي محور اسئله الايه؟ الدريفيتيف. تمام يا شباب؟ كده نبقى وصلنا لبعض الحاجات اللي احنا هنقولها كده في درسنا النهارده. يعني ان شاء الله باذن الله هنحاول المره الجايه باذن الله هنتعامل مع الانتجريشن. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.